منة أيوة. خش على منة بقى، الرحلات، فاكرة الرحلات؟ هيضايقني. لا لا والله انا اقول لك، الرحلات بتوع منة كانت بتروح جروبي. خلاص قول الرحلات. لا الرحلة يعني، ما كان في رحلة يبقى في رحلة في المدرسة مثلا، ده كان بالنسبة لك بالليل ما تناميش وتبقي مبسوطة انك رايحة رحلة او كده؟ هو انا مش دايما كنت بطلع رحلات، لان ماما كانت مانعه موضوع الرحلات، كانت بتخاف عليا زياده عن اللزوم يعني. بس هي مره واحده بقى اللي كانت ماما مش موجوده ومسافره، وخليت جدتي تطلعني بقى من وراها. اذا كنت استسمعك بس شايف استفندي، ممكن اروح استفنديه واجي؟ اتفضل يا ادبيتك يا سعد، انت والله العظيم يا استفنديه يا معلم، اجيب لك استفنديه. اسكت انت، جيب استفنديه. ده تفاح يا ابني، ده جوافه جوافه. واجي ورحت انت ماشي حافي عادي جدا، ماشي حافي. اللهم صل على النبي. نهار ابيض، عادي عادي يا بابا. ايوه نهارك ابيض. فكنت ممنوعة تطلعي رحلات؟ بس طلعت الاهرامات مره واحده، والحمد لله ما طلعتهاش تاني عشان وقعت من على ال يجعله عامر. ايه ده؟ والمتعب يجعله عامر. طب هات واحده عشان البصل. خد حته بس. لا يا غتت، خد هات واحده عاديه. مالك؟ خدش فيها مغسوله ولا لا؟ مغسوله مغسوله مغسوله، كله تمام. رحتوا الاهرامات مره؟ وقعت. انا كان نفسي اركب الجمل، بس هي مره وخلاص قررتهاش. هو اول ما عمل كده هو والتانيه، ورحت انا واقعه من فوقيه. طلعت ونزول الجمل دي صعبه هي قوي. اول طلعه، تاني طلعه بيطلعها كده، رحت انا واقعه من جنبه على طول. تستاهل. والحصان ركبته، قعدت بقى طول ما انا عليها عمالها ما تعمل كده تعمل كده، تهز نفسها وبتاع، وقعت. لا ايه الحصانه؟ حصانه. قالوا عشان هي بنت وانت بنت فبتغير. ثم يا سلام. هتقولي حصان ده الله يا غريبة قوي. لا هي مرة واحدة طلعت الأهرامات. تقريبا أغلب الرحلات التانية كانت مع ماما وعيلتي كلها. وتيزا أنت حضرت تيتا؟ ما شفتش تيتا أنت. سعد في منطقة شبرا، منطقة يعني منطقة جميلة وفيها الناس الجيران وحتة حب، الجيران نفسهم بيحبوا بعض. وقت ما بيكون في فرح، وقت ما بيكون في مناسبة، تلاقي الجيران كلهم واقفين. هل أنت أول ما ابتديت حبك لموضوع الغنى كان من خلال الأفراح اللي في شبرا؟ هي كانت أفراح في شبرا. كنت أجيب طبلة صغيرة كده فاكرها، دي كانت ب 15 قرش حاجة، اللي هي طبعا قعدت أحوش فيها. فأنت عارف فرح أم سيد مش عارف إيه، الأفراح عندنا غير الأفراح اللي هي العادية دي. والمصعب هتاكل شوية فسيخ البرد ده هيروح. مش فسيخ ده، رنجة. ما انا اتلخبطت. المهم دي خلاص يعني. ايوه مش هنزل الرنجة. الرنجة عندنا الافراح كانت غير دلوقتي. فرح ام سعد مثلا، تلاقي المنطقه كلها، اللي يجيب سكر واللي يجيب مكرونه واللي يجيب، اللي هو ايه، تحس ان انت عملت الفرح ببلاش، اتفاق ذاتي ببلاش. واللي بيعرف يغني واللي عارف اللي هو ايه، بتقضى كلها مع بعضها. كنت انا اصلا ما كنتش بغني، كنت طبال، بمسك الطبله الصغيره ديت واروح طبعا اقعد اطبل اطبل. اسم سعد الصغير جه، شفت يا اختي الواد الصغير ابن مساعد بيطبل ليه؟ اللي بياختي بيطبل. فجت كلمه الصغير ديت من والله كنت اروح في الافراح اقعد اطبل فيها، اطبل اطبل لغايه ما مره ابتديت اكبر شويه، الزفه تطورت شويه. كانت الاول ما فيش زفه، الزفه عادي نقعد نطبل كده وخلاص. بقى في اورج وساوند يتحط على عربيه نص نقل، والعريس وعصر راكبين، والفرقه ماشيه قدام، والمعازيم ماشيين، يمشوا بقى ايه، اربع شوارع 12 شارع، كل واحد وقيمته بقى. لان الفرقه بتتفق بالشوارع. والله كانت الفرقه تقول لك فرقه الزفه، تقول لك هزفوا كام شارع، تقول لها ثلاثه. في واحد يقول لك 12 شارع، واحنا نزف 12 شارع وماشيين. 12 شارع 12 شارع بالعربيات العريس وعصر هم اللي راكبين بس والباقي كله ماشي ماشي وماشيين تغنوا غنى ما تبطلش. عملت ثلاث شوارع اربع شوارع ده سعر، عملت بقى 10 شوارع ده سعر تاني. وفي بقى كنا اللخبطه، بقول لك ايه مثلا عم تفين 12 فانا عدي شارع، فالراجل يجي يحاسبنا على 12 شارع، نقول له لا، في يقول لك لا دي حاره، انت بتستقبل يا عم انت. والله عارف كانت ايام جميله قوي. كنتوا بتمشوا تغنوا يا سعد؟ عادي اللي هو وعندي بيت. استنى هي يا باشا عندك اول مايك نغني. ماشي. امال ايه يا معلم؟ المايك ماشي سي. ايوه الله معايا يا عم التوا. يلا وصلي صلي على النبي، صلي اللي ما يصلي وده ابوه ارملي. وصلي صلي على النبي، صلي اللي ما يصلي ده ابوه ارملي. واتدحرج واجري يا وتعالى على حجري، ده انا حجري حنين ياخدك ربنا يخليك يا عقبال عندك يا ام محمد.
عقبال عندك يا اختي والله. ربنا يخليك يا اختي، ربنا يخليك. شكريه كاتب اغاني كده، اغاني فلاحه بتاع، واللي هو عارف ايه ساعات العريس وعند بيت ام فاروق، وكله عند بيت ام فاروق وكانت عند بيت ام سعيد. النهارده يوم التنجيد. عند بيت ام سعيد النهارده التنجيد. عند بيت ام سعيد اي اي النهارده يوم التنجيد اي اي. بس امسك يا معلم. يا سلام بقى. كنا كانت الواحده دي تتفق معانا في اغنيه ام فاروق ديت، تروح مدك خمسه صاغ 10 تقول لك والنبي يا اخويا بقول لي عند البيت بتاعنا. ساعات تلاقي بيت غريب كده، يعني لازم بيت ام سعيد، بيت ام احمد، ام نفين بقى. يا ماما عند بيت ام نفين مش جايه. ما لازم انت تكمل عند بيت ام نفين مش عارف ايه يحصل ايه. تقول لك طب هديك 10 صاغ. نيجي اروح واخد 10 صاغ وعند بيت ام نفين. وما كملش، تيجي بعد الزفه هات يا واد ال 10 صاغ ما كملتش ام نفين. والله كانت ايام جميله. كان في حاجه جميله بنعملها، ان العريس ساعات يبقى خاطب واحده وما حصلش نصيب، فتفاجئ ان هي تيجي فين الفرح. يروح بقى العريس، خلي بالك ان دي تبعنا، عايزك بقى ايه تدينا اي اغنيه، عارف اللي هو ايه دلوقتي طبعا اغاني حب بتاع، كنا بنغني اغنيه زمان اللي هو والنبي لنكيد العزال، لا يا رب كانت اغنيه اسمها ايه اللي هو بنغيز يعني العروسه البيت اللي هي جايه دي، كنا نقول ايه ايه يا رب استني يا بنت اما افتكرها لك. والله انا سبتك يا راجل يا بنت، استني استني يا اخويا اقول كانت لازم اغنيه نقيد بيها البيت الثاني. نقيد نقيد يعني والنبي لنكيد العزال، لا حاجه زي كده. بس يا رب كانت بتقال ايه يا ربي. المهم ما هي اللي هي نقعد بقى في العروسه تفهم ان الناس تعرف ان فعلا في حد. اوتوماتيك تقول لك طالما الاغنيه دي غنت يبقى العريس ده كان خاطب حد او كان هيكتب على حد. وهي ايه موجوده اللي هي مش عارف اتدحرج وجري يا امال، لا الثاني كان ايه اتدحرج وجري يا استني يا مقطع يا قميص النوم، يا مقطع يا قميص النوم، يا مقطع يا مقطع يا قميص النوم. ايه يا بت في ايه؟ دي اغنيه يا مقطع يا قميص النوم. اولا كانت يا مقطع يا قميص النوم، يا مقطع يا قميص، يا مقطع على كل لون، يا مقطع يا قميص النوم. يا احني يا احني يا شربطات في الكوبايات. كانت كده الاغاني كلها. الاغاني بقى الاغاني اللي هي دلوقتي احنا دلوقتي بقى لازم تغني لها حب بقى. ايوه اللي هو كانت اغاني اللي زي عيد الحب او الكلام الجميل ده. انت غريب. منى انت ما حضرتيش افراح شعبي، لان بصي الافراح 100 نوع، يعني في فرح في ناس بيبقوا مبسوطين قوي يعني قدر ان هو يجيب تاكس وياخد عروسته ويزوق التاكس ويروح على الكوبري وينزلوا يقفوا يتزف، هم مبسوطين وشايفين ان هو قدر يجيب التاكس وقدر يزينه ويعمل الكلام ده كله، حد غيره مش قادر يعمل كده. أيوة. وفي ناس يشوفوا يقولوا ايه ده يا حرام، ده بس معاهم اللي هو التاكس وقادرين يقفوا، ان هم التانيين دول بيروحوا بقى فندق ولا بيروحوا مش عارف ايه. من ده لده كل المستويات دي، كل واحد فيهم راضي ومبسوط باللي هو فيه ولا مش مبسوط. انت الافراح الشعب انا بالنسبه لي كانت بالنسبه لي متعه. انا عمري ما رحت للاسف. ما رحتيش؟ رحت فرح نوبي بس. نوبي عشان ده جميل ده. كانت حلوه جدا جدا. ويعني استمتعت بيها جدا ودخلت ولبست زيهم وقعدت معاهم، لان البنت اللي كانت بتتجوز كانت المساعده بتاعتي. فكنت مبسوطه قوي 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 وانا قاعده معاها، حسيت بكل حاجه. يعني هم تقريبا كانوا بسطه جدا في كل شيء، فرحانين برقصهم بغناهم. انا ينام في حاجات ما كنتش يعني مش فاهمه الكلام بتاعهم يعني، بس هم فرحانين قد ايه. هم قاعدين عاملين الفرح فوق السطوح، والفرقه كبيره جدا، ويعني ومامه البنت طيبه قوي ومش عارفه ايه بسطه. بس انا حسيت ان هم فرحانين كانه عندهم فيلا، كان هم عاملين حاجه فظيعه مثلا. بيحسوا بكل حاجه هم بيعملوها. ما هي اصل الواحد ما يتبسطش بالفيلا، هو يتبسط ان هو معاه الناس اللي حواليه اللي فرحانين بيه بجد. مش بيفرحانين بيه عشان يجاملوه. ويمكن ده من الحاجات اللي الواحد بجد اللي لقيتها في كم افراح شعبي ما لقيتهاش في اي حته. يمكن يا سعد طبعا انت من صغرك ومنطقه شعبي وتربيت وعشت كم افراح، ما فيش يمكن دي ملحوظه عندي قلتها قبل كده، بس ما فيش في الفرح كومبارس، كلهم ابطال. لا طبعا كل واحد بطل. طبعًا. كله طبعا. عندنا ايه النبطشي. النبطشي بطل. النبطشي كان اسمه ايه غزول العسال. العسال العسال يا نهار ابيض ده طبعا كان امبراطور بيتكلم.
خليك احنا بنتكلم عن الشعبي. ما بصي ايه اللي احنا بنقوله ممكن ما يبقاش واصل لناس. نفهمك ان باتش ده هو الليدر بتاع الفرح كله. هو اللي يقدر بقى ايه عارف ان سعد هيطلع يغني امتى. وعارف المعلمين اللي جايين داخلين جوه الفرح دي بالاسم. فما يخش المعلم فلان ده يقول يعني المعلم فلان يعني نسمع سلام على طول السلام للمعلم فلان مش عارف ايه ويرص اسم عيلته ويرص اسم اصحابه يعني ده من وكمان دول فيهم نجوم يعني اللي هو الشغلانه دي اسمها النبطشي. النبطشي ده فيه نجوم يعني في فلان لو ما فيش فلان ده نجيب فلان لو ما فيش فلان ده نجيب فلان زي المطرب بالظبط. العسل ده كان اكتر واحد يقول مثلا استاذ اشرف عباي عارف العيله بتاعته كلها وما ينساش حد ولو نسي حد اشرف يزعل منه يبقى في مشكله كده في الفرح. سامع على طول السلام مع اشرف عباي محمد عباي خليل عباي رود عباي على طول على السلام لا بالصلاه على النبي التحدي معلم اشرف عباي يا حي الشرابيه وعسل الشرابيه يا حي بتاع الفيديو بيتكلم سريع ويحرج بقى التحيه دي من خاله ام منى اللي دي 20 جنيه لا ده كانت ام منى قالها هتنقط ب 100 جنيه سلام ام منى انا هتنقط ب 100 جنيه النهارده يلا ام منى نقطي ام منى مش في البيت. كان سرعه جدا كان سريع النبطشي اللي سريع هو ده اللي البطل.